المشي لزيارة الحسين عليه الصلاة والسلام شعيرة من شعائر الله، زيارته شعيرة أخرى من شعائر الله، وهو بأبي وأمي شعيرة من شعائر الله. فشعائر الله لها عرض عريض تشمل الجواهر من مساجد وقرآن ومشاهد مشرفة وأولياء وعلماء وصالحين، كما تشمل الهيئات والحالات لهم ولغيرهم أيضا ممن يتصف بهذه الصفات، وأيضا تشمل الأفعال مثل قراءة القرآن، مثل المشي إلى زيارة سيد شباب أهل الجنة عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله وإياكم ذلك في الأربعين وفي غيره أيضا. هذه كلها من شعائر الله، أن تلبس السواد على سيد شباب أهل الجنة من شعائر الله، أن تمشي على النار في معجزة بينة واضحة لسيد شباب أهل الجنة عليه الصلاة والسلام من شعائر الله، آية لله، معجزة لله، دليل يدلك على الله. واحد عندما يشوف مجموعة من المؤمنين يمشون على الجمر حبا لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله ومواساة لأسرته وذريته وعترته الذين في يوم عاشوراء بتلك الطريقة التي أنت أعرف بها مني مشوا على الأرض المحرقة، هذا كله يذكرنا شنو؟ يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه معلم ومعالم، هذه مشاعر وشعائر، هذه آيات وما أشبه ذلك تدلنا على الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإطعام وكذلك غير ذلك من المصاديق الكثيرة. لا بس أقرأ لكم هذه الرواية ثم أنتقل لنمطي الاستدلال الذين وعدتكم بهما إن شاء الله. في هذا كتاب نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام، والرواية مذكورة في كامل الزيارات اللي تعرفون الحديث عن تمامية أسناده كما ذهب إليها الكثير أو العديد من الأعلام، مع قطع نظر عن السند بشكل مصداقي أيضا تام. في حديث طويل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أتاه رجل فقال: يا ابن رسول الله، هل يزار والدك؟ فقال: نعم. إلى أن قال: فما لمن مات في سفره إليه؟ الموت في السفر أنت وأنت قاصد زيارة الحسين عليه السلام من شعائر الله. قال: تشيعه الملائكة. شخص قصد زيارة أبي عبد الله عليه السلام فمات أو قتل، فما لمن مات في سفره إليه؟ قال: تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه إذا يعني ضيف الله مباشرة وحبيب الله، وتصلي عليه إذا كفن وتكفنه فوق أكفانه وتفرش له الريحان تحته وتدفع الأرض حتى تصوروا، يعني تتصوروا من بين يديه مسيرة 3 أميال، ومن خلفه مثل ذلك، وعند رأسه مثل ذلك، وعند رجليه مثل ذلك، ويفتح له باب من الجنة إلى قبره، ويدخل عليه روحها وريحانها حتى تقوم الساعة. هذه كلها من شعائر الله سبحانه وتعالى، أن تمشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أن يموت الإنسان في هذا الطريق. هذا 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 مما يعلم بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وعظمة أوليائه. إذن الشعائر لها عرض عريض ونطاق واسع جدا، تشمل الجواهر والأعيان الخارجية، كما تشمل أيضا الصفات والهيئات والحالات النفسية والجسمية، كما تشمل الأفعال والأقوال والأذكار وغير ذلك. بعد ذلك نأتي، احنا نركز في هذا الأسبوع على هذه الآية، كل آية من هذه الآيات البحوث فيها طويلة، يعني الآية الأولى: ومن يعظم شعائر الله، احنا كلامنا الآن فقط حول كلمة الشعائر ويعظم، والحديث طويل، هاي كلمة من شنو إطلاقها أو عمومها أيضا هناك كلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها، ليش الله سبحانه وتعالى عدل عن ذكر النتيجة أو الأثر أو المعلول إلى ذكر العلة، والحال أنه المفروض أن التالي يذكر فيه المعلول ولا تذكر فيها العلة. ومن يعظم شعائر الله فإنها، فإنه سيؤجر، المفروض هكذا يكون يعني على حسب النسق الطبيعي،
أو النسق الطبيعي، لكن الله عدل، لأن كل كلمة من هذه الكلمات دقة والتفاتات عميقة.